مالي عرض الاستراتيجيات المتبقية من المحاضرة السابقة. 5 استراتيجية اليابان لغزو الأسواق العالمية. إن استراتيجية اليابان لغزو الأسواق العالمية قامت على 6 دعائم رئيسية تعكس المهارة التسويقية المتميزة لهذه الدولة. وهذه الدعائم هي: 1 تقسيم السوق الدولي إلى قطاعات، 2 استهداف القطاع الذي تقل فيه درجة المنافسة، 3 تصميم السلعة والمنتج لكل قطاع لحدة، 4 الدخول إلى السوق بسعر منخفض وبجودة عالية فضلا عن الخدمات المتميزة، 5 بناء شبكة توزيع قوية بكل سوق، 6 تدعيم المنتج بجهود ترويجية. 6 استراتيجية القيادة. تتبعها الشركات القائدة التي تستحوذ على النصيب الأكبر من السوق مثل شركة كوكاكولا وبيبسي، وهذه المنشآت بدورها دائما ما تواجه تحدي المنشآت الأخرى التي تحاول التغلب عليها ومنافستها من خلال تحدي عناصر القوة لها، أو قد تستطيع بعض المنشآت الحصول على مزايا تنافسية من خلال مهاجمة نقاط الضعف لهذه المنشآت الرائدة أو القائدة. وبالتالي يجب على هذه الشركات التي تتبع استراتيجية القيادة أن تتبع الاستراتيجيات التالية للحفاظ على مستواها الريادي. 1 استراتيجية التوسع في السوق الحالي، حيث يتم العمل على زيادة الطلب الكلي في السوق من خلال جذب مستهلكين جدد، إيجاد استخدامات جديدة للمنتج، زيادة استخدامات المنتج بقيمة أكبر. ب حماية نصيب المنشأة من السوق والمحافظة على نشاطها، ويكون ذلك من خلال الدفاع عن مركز المنشأة وتقوية مركزها الحالي، الاهتمام بالجوانب التي تكون أكثر عرضة للمنافسة، الدفاع الوقائي والمبادرة بالهجوم على المنافسين، الدفاع من خلال الهجوم المضاد، الدفاع المتحرك والقيام بأكثر من تحرك، من تدعيم موقف الشركة التنافسي كدخول الأسواق الجيدة، الدفاع بالانسحاب المخطط عندما تصبح الشركة غير قادرة على الدفاع عن جميع مجالات نشاطها، حيث تضطر الانسحاب من بعض المجالات. استراتيجية التحدي، وتعني قيام المنشأة بالعمل على زيادة حصتها السوقية بهدف زيادة صادراتها وبالتالي عوائدها من خلال اختيار منافسين يتم تحديهم. وهنا يجب على الشركة أن تمتلك ميزة تنافسية قوية وواضحة من أجل أن تكون قادرة على مواجهة المنشأة القائد الموجودة في السوق، وعليها لكي تحافظ على مستواها أن تتبع الاستراتيجيات التالية: المواجهة الأمامية والمباشرة والتي تشترط القدرة على الصمود والاستمرار، المواجهة الجانبية والتي تقوم عليها مهاجمة أطراف المنافس وتكون هذه الاستراتيجية مناسبة مع الشركات التي تكون قدرتها التنافسية محدودة، تجنب مواجهة المنافس بشكل مباشر والبحث عن أسواق جديدة، الهجمات المتقطعة والمركزة التي تهدف إلى إرباك المنافس وإلحاق الضرر في حصته التسويقية. استراتيجية التبعية، وتأخذ أحد الأشكال التالية: التبعية الكاملة، وفيها تظهر الشركة التابعة كمتحدي للشركة القائد ولكن بشكل غير مباشر، أي دون الدخول في صدام مع الشركة القائدة أو الرائدة. التبعية عن بعد، وهنا تقوم المنشأة التابعة أو الشركة بالاهتمام بالجوانب المتميزة عن الشركة القائد، تتبعها في بعض جوانبها نشاطها ومزيجها التسويق. التبعية الاختيارية، هنا تختار الشركة بعض الجوانب من نشاط المنشأة الرائدة وتقليدها، ومع نمو هذه الاستراتيجية التبعية فإن المنشأة التابعة تحول إلى منشأة متحدية. استراتيجية التجنب، في هذه الحالة تكون المنشأة القائد قوية ولا يمكن منافستها، وهنا تلجئ الشركات الباحثة عن الدخول للأسواق بالبحث عن مجالات تسويقية واقتصادية تكون مهملة من قبل المنشأة القائد وتم خدمتها بفاعلية ونشاط. وعادة ما تقوم المنشآت التي تتبنى مثل هذه الاستراتيجية إلى تخصيص نشاطها الاقتصادي والتسويق
والذي قد يأخذ أحد الأشكال التالية: التخصص على أساس العميل الجغرافي، التخصص على أساس حجم العميل، التخصص الجغرافي فقد تتعامل المنشأة على المستوى العالمي أو الإقليمي أو المحلي، التخصص بالتركيز على أحد عناصر المزيج التسويقي، التخصص في تقديم الخدمات خاصة جدا للعملاء.